طيب نروح لواحد بقى معانا من نجوم الاهلي، واحد من اللي لعبوا كاس العالم للانديه، واحد من كباتن النادي الاهلي، كابتن وائل جمعه. تحياتي ليك يا كابتن وائل، وتحيات الكابتن اسلام الشاطر، ومنورنا على قناه الاهلي. مساء الخير يا اسامه، اهلا بيك واهلا باسلام، ووحشني طبعا، وكل جمهور الاهلي وحشني، ويعني ظهوري على قناه الاهلي كمان وحشني والله. سلامي ليكم طبعا ولكل المشاهدين يعني. يا نجم النجوم وحشنا يا نجم النجوم، وبعدين حلو قوي، بص والله داخل يتكلم ازاي، يا مساء اسلام الخير يا جماعه وبتاعه، ايه الجمال ده يا عم، وحشنا يا نجم النجوم. الله يسلمك يا اسلام، وبس انت ابتسامتك واسامه بيتكلم حبيبي ممزجاني بصراحه. ما بلاش انت، ما تخلينيش اقعد ايوه اتكلم، هنقعد نفضح بعض على الهوا هتبقى مصيبه. لا حبيبي 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 يا يا اسلام بس هو والله بينام مبسوط بدري، انا هو خلاص يعني ان احنا لحقناه قبل ما ينام. لا 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 دلوقتي انت بتنام بدري دلوقتي يا وائل ولا ايه؟ لا لا اتأخرت ساعتين شوية، اتأخرت ساعتين يعني ما ساعتين بدل ما بينام عن تسعة الطبيعي. بينام 11. ايوه ايه الاخبار؟ كابتن وائل، يعني انت واحد من اللي شاركوا 5 مشاركات في كأس العالم للأندية، واحد من اللي كتبوا يعني التاريخ، شايف بطولة كأس العالم للأندية ازاي الاهلي بيشارك للمره الثامنه في تاريخه والمره الثالثه على التوالي في تاريخ النادي الاهلي؟ طبعا احنا اسامه مبدئيا كان المفروض ان احنا نشارك بطل في البطوله دي، ولكن لظروف الناس كلها عاشتها في المباراه النهائيه قدام الوداد في المغرب ما قدرناش ان احنا نفوز بالمباراه. انما يعني احنا بنقول ان تاريخ الاهلي دايما يا اسامه اللي حققه واللي يمتلكه يخلي كل بطوله النادي الاهلي حتى لو هي كاس عالم للانديه، يخلي كل بطوله النادي الاهلي يشارك فيها ليها قيمه وليها معنى. وشوف فرحه واهميه البطولات اللي لما يتعرف ان النادي الاهلي بيشارك فيها. شوف انا هنتكلم على البطولات اللي كانت قريب في الامارات، ولا اللي كانت في قطر كاس عالم للانديه، وجود الاهلي في اي حدث رياضي بيضيف له قيمه كبيره جدا جدا. حقيقة فالواحد سعيد طبعا بالمشاركه دي للنادي الاهلي، وزياده رصيد وعدد مشاركات النادي الاهلي في البطوله يضاف طبعا لتاريخ النادي الاهلي اللي يستحقه النادي الاهلي بالصوره المشرفه اللي دايما بيقدمها في كل البطولات وكل المشاركات اللي بيتواجد فيها. يعني دايما النادي الاهلي الحمد لله مصدر فخر لينا جميعا يا اسامه، وكل من هو منتمي للاهلي بيبقى فخور بمشاركات الاهلي دي وسعداء. ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق في البطوله دي اداء جيد قبل الفوز، يعني اداء ان شاء الله جيد ومشرف، خاصه ان انا اشوف طريقنا في البطوله ان شاء الله مش صعب ولا مستحيل، واللعيبه ان شاء الله تقدر توصل حتى للمباراه قبل النهائي، الدور قبل النهائي مع ريال مدريد. وائل، البدايه كانت في 2005 والنادي الاهلي دائما اجيال بتسلم بعض. البدايه كانت في 2005 لم تكن بدايه جيده، ولكن الحمد لله في مشاركه النادي الاهلي 7 اللي هي كانت قبل دي وصلنا لايضا المركز الثالث. تتوقع ايه؟ هي طبعا البطولات ما بتتشابهش يا اسامه دايما اسلام انت عارف، بس يعني البدايه دايما بتبقى اصعب، البدايه دايما صعبه جدا، وكانت صعبه علينا انا وانت واسامه، عشنا التجربه دي وكانت صعبه جدا، واجواء كانت غريبه بالنسبه لنا، والثلج اللي كنا بنلعب فيه وجو اليابان نفسه في اول مره كان صعب علينا جدا. انما الحمد لله استفدنا من التجربه وتعلمنا فيها، ورحنا البطوله السنه الثانيه اللي قابلنا فيها اوكلاند قدرنا ان احنا نوصل ونلعب في المباراه الدور قبل النهائي، ولعبنا مباراه كبيره جدا قدام الانترناشونال البرازيلي وخدنا مركز ثالث، ودي كانت اول مره النادي الاهلي ياخد المركز الثالث. فهي البطوله في البدايه كانت صعبه، التعود ده حلو بيدي خبرات اللاعبين بتوعنا، والحمد لله في خلال المشاركات اللي فاتت كلها استفدنا كتير، واللعيبه استفادت خبره واستفادت ثقه، والمستوى بتاع اللعيبه كافراد عالي جدا تمام. من الاسلام من المشاركات في البطوله دي اما تحتك بالانديه الكبيره اللي هي الابطال في قاراتها، اولهم بطل اوروبا تبقى موجود حتى معاه في البطوله حتى لو ما لعبتوش او ما لعبتش قدامه، فده في حد ذاته ثقه وخبره كبيره للاعبين.
البطولة مش سهلة يعني، أنا بقول لك أتمنى النادي الأهلي إن شاء الله يوصل لمباراة ريال مدريد ويقدم أداء جيد في المباراتين الأولانيين ونتيجة بإذن الله يفوز بيها ويوصل للمباراة الدور قبل النهائي دي. فبس إنما هي مهمة مش سهلة. الحمد لله مؤخرا المستوى الفريق اتحسن بشكل كبير، الأداء مميز جدا مع المدير الفني كولر اللي قدر انه في فتره بسيطه وفتره صغيره يرجع قيمه واسم النادي الاهلي مره ثانيه، برغم ان كان في بعض الصعوبات في البدايه واصابات وضغط مباريات ولاعيبه مش متواجده معاه ولاعيبه مهمه بتغيب. فالامور اتحسنت الحمد لله كتير جدا، قدر انه يتجاوز ضغط المباريات ده بالفوز في الفتره الاخيره. فيعني انا سعيد ان احنا وصلنا الحمد لله البطوله وانت فارق بعدد من النقاط عن المنافسين اللي وراك، وقادر قدرت تفوز على الزمالك اللي هو دايما المنافس المباشر بتاعنا، قدرت ان انت تبعد برصيد النقاط في صداره جدول الدوري. كل دي ايجابيات قدرنا نحققها، التعاقدات حتى النادي اضافها لعيبه شباب ولعيبه واعده ولعيبه ان شاء الله يبقى ليها مستقبل كويس مع المجموعه القديمه اللي موجوده في النادي. احنا عندنا اساس موجود في النادي بلاعبين اكتسبوا خبرات خلال الفتره اللي فاتت والسنوات اللي فاتت، فالحمد لله كل الامور طيبه وتساعد ان احنا نعمل بطوله كويسه برضو نزود ونسطر. طب بالنسبه للصفقات يا كابتن وائل، وانا عارف ان انك انت متابع دائم لكل مباريات النادي الاهلي، صفقات النادي الاهلي، خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، كريستو كاندوس، اخر صفقات النادي الاهلي الشتويه، شايف الصفقات ازاي؟ خاصه ان الصفقات دخلت ما شاء الله ادت اداء رائع في وقت قصير جدا. يعني بالنسبه لكريستو ومروان عطيه، اتنين ما حصلوش على فرصه كبيره لغايه دلوقتي في المباريات من وقت انضمامهم، انما ان شاء الله يحصلوا على الفرصه في بعد كاس العالم ويبقى ليهم نصيب ويثبتوا حقيه ارتدائهم لفانيلة الاهلي. كريستو انا سالت عليه زمايلنا في تونس يا اسامه وكلهم اشادوا بيه واشادوا بامكانياته، ولكن مش عايزين نستعجل عليه، لاعب صغير في السن عنده موهبه وعنده امكانيات ممتازه. خالد عبد الفتاح عجبني جدا في المباراتين اللي لعبهم، واول مباراه بداها قدام الزمالك عمل مباراه كبيره بصراحه قدام، يعني اول مره يعني اشوفه، عجبني جدا، بيلعب بثقه وبيلعب برجوله وفي حدود الامكانيات بتاعته وادى المطلوب منه بشكل كبير، فانا اشوفه هو مكسب كويس جدا لدفاع النادي الاهلي. قندوسي من افضل اللعيبه اللي موجوده في شمال افريقيا، ولاعب عنده موهبه وعنده مهاره، المهم ان احنا نوظفه، قندوسي بالذات يا اسامه نوظفه صح، لعيب كويس جدا وعنده امكانيات مميزه جدا وعنده الحلول اللي يضيفها لهجوم النادي الاهلي. الحته اللي تحت راس الحربة عندنا فيها بعض القلق شويه، مفيش استقرار فيها، بيبقى فيها تغييرات كتير، انما هي مهمه بان هي بتخلص لنا ماتشات كتير، وهو قندوسي عنده الامكانيات دي. وبرضه سالت عليه الجماعه الجزائريين كلهم اشادوا بيه واشادوا بامكانياته، وان شاء الله المجموعه دي كلها مع الوقت ومع الانسجام يا اسامه هيبقوا اضافه كويسه للنادي. جمعه مباراه اوكلاند سيتي، مباراه اوكلاند سيتي، انا حتى اتذكر في 2006 المباراه دي كانت بالنسبه لنا صعبه، احنا كسبنا 2-0 على ما اتذكر تقريبا، يعني 2-0 فلافيو وابو تريكا. نعم، فلافيو وابو تريكا. المباراه دي دايما كانت او وقتها كانت بتتميز او بيتميز اوكلاند سيتي بالقوه واللياقه البدنيه العاليه، هل النسخه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي نعتبر ان ده اللي هنشوفه ان شاء الله في مباراه يوم الاربع؟ ولو هو ده اللي هنشوفه يوم الاربع، كيف يتغلب كولر على هذا الامر؟ هو احنا دايما يا اسلام بنقول ان احنا بمستوانا وبادائنا بتفرض طريقتك اللي انت بتلعب بيها دايما على المنافسين. نعم. اوكلاند كفريق انا اشوف ان هو اتطور كتير جدا جدا، لان دي تاسع مشاركه ليه يا اسلام في خلال السنوات اللي فاتت. صحيح. فريق بيتواجد في كاس العالم على طول، حتى لو بيخسر اول مباراه ويخرج من البطوله، او انما مجرد زي ما قلت لك مجرد وجوده في البطوله هو
دافع للفريق لتطوير نفسه. كنت بشوف اخبار الفريق قبل مباراه الاهلي النهارده، وشفته عمل معسكر اعدادي الفتره اللي فاتت، وعامل معسكر في برشلونه قبل ما يسافر على المغرب. لعب قدام فريق شومبوك الكوري، وعمل مباراه كويسه جدا، واتغلب في الدقيقه 89 يا اسلام بهدف. فده معناه فريق شومبوك فريق دايما متواجد في المربع الذهبي لدوري ابطال اسيا، فده معناه انه فريق اتطور وفريق اتحسن. لان انت لو تفتكر المباراه بتاعتنا اللي انت بتتكلم عليها دي 2006، الحارس بتاعهم كان ضخم شويه، انما هم دايما بيعتمدوا على القوه البدنيه واللياقه البدنيه والسرعه والاحتكاكات. احنا لعيبتنا عندها الذكاء وعندها المرونه التكتيكيه في التعامل مع القوه البدنيه دي. عندنا لعيبه اذكيه في داخل الملعب، اهم شيء نقدر نستغل الفرص اللي هتجي لنا، وهيجي لنا فرص اكيد ان شاء الله. بالاضافه الى دعم الجمهور اللي هيبقى متواجد في المغرب، الجمهور المغربي كله هيبقى معانا، والمصريين اللي هيروحوا حتى الملعب، فكل الظروف هتبقى مناسبه ان شاء الله ان احنا نتجاوزهم في المباراه الاولى دي، وتبقى بدايه كويسه للفريق في البطوله ان شاء الله، والمستوى يتحسن بعد كده. قبل ما اسيبك يا جمعه، عايز برضو اسالك عن كهربا. يعني انا برضو بعتبر ان وجود كهربا الحقيقه خلال الفتره السابقه او في المباراتين ثلاثه اللي لعبهم ادى بشكل جيد جدا. شايف وجود كهربا ازاي؟ عوده كهربا طبعا مكسب كبير للنادي الاهلي اسلام، ولعيب كويس جدا، ولعيب في ميزه مش موجوده في اغلب المهاجمين اللي موجودين في النادي الاهلي، انه دايما يروح على الجول من اقصر طريق. واتمنى ان هو يستفيد من الفتره اللي فاتت يا اسلام، والمشاكل اللي هو عاشها والصعوبات الكتير اللي هو قابلها في حياته، لانه بصراحه هو ضيع على نفسه حاجات كتير جدا كويسه. اتمنى ان هو يكمل على الطريقه اللي مشي بيها الفتره اللي فاتت دي مع النادي الاهلي من حيث الاداء والروح والتركيز، لان هو فاته كتير، فمش عايزين يفوتوا اكتر من اللي عدى، ويلحق يعمل تاريخ كمان مع النادي الاهلي ويضيف للنادي الاهلي. وعودته زي ما قلت مكسب كبير للنادي الاهلي في خط الهجوم. النادي حاول يتعاقد مع مهاجم الفتره اللي فاتت، ولكن ما حصلش توفيق في راس حربه، فممكن يبقى كهربا هو راس الحربه ده اللي ان شاء الله يتوفق في البطوله، ويتوفق بعد كده في لغايه نهايه الموسم وبطوله افريقيا اللي جايه، يبقى هو الاضافه المنتظره ان شاء الله. اخيرا يا كابتن وائل، يعني ما ينفعش تكون معانا على الهواء وانت واحد من يعني من افضل المدافعين اللي جم في افريقيا، ما سالكش عن دفاعات النادي الاهلي، خاصه محمد عبد المنعم، متولي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. واحنا النهارده لما بنتكلم بالارقام، دفاعات النادي الاهلي افضل دفاع في بطوله الدوري الممتاز. بدايه الفوز بالبطولات دايما يا اسامه بتبقى الدفاع وحارس المرمى لو واقفين على رجليهم كويس. واعتقد ان احنا المدافعين بتوعنا والفرقه بصفه عامه اجمالا احنا فرقه جماعيه، ما بنعتمدش على دفاع بس، وما بنعتمدش على نص ملعب، وما بنعتمدش على هجوم. شفنا في مدافعين بيحتموا مباريات للنادي الاهلي. عندنا الاطراف بتشتغل بشكل كويس في الناحيه الهجوميه، بتعمل عرضيات، بتساند في الهجوم، انما احنا قوتنا في جماعيتنا يا اسامه. المدافعين بيأدوا ادوار فرديا كويسين، اهم حاجه ان سلام عبد المنعم طبعا غيابه مؤثر عن الدفاع، واكتسب شخصيه كبيره الفتره اللي فاتت، وظهر معانا في كاس الامم لما كنا موجودين مع المنتخب يا اسامه بشكل اكثر من ممتاز، واصبح عمود اساسي في دفاع المنتخب وفي دفاع النادي الاهلي. فوجوده مهم جدا طبعا مع متولي ومع ياسر ومع رامي. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ويعني يرفعوا اسم النادي الاهلي باذن الله مع زمايلهم كلهم، ويحققوا فوز ونتائج ايجابيه باذن الله مع توالي البطوله ان شاء الله باذن الله. بنشكرك يا كابتن وائل، شكرا جزيلا. واحد من نجوم الاهلي السابقين، واحد من اللي كتبوا التاريخ، وما شاء الله شارك في خمس نسخ من بطولة كأس العالم للأندية. هو لسه معانا؟ لو معانا والله انا كان نفسي يبقى موجود معانا، يعني عارف لما تبقى انت اشوفك هتقول ايه. ايه لا بقول لك انا كنت عايز نفسي تبقى موجود معانا والله. يعني لما انا واسامه بدأنا نتكلم في كأس العالم للأندية وبتاع، واسامه قال لي وائل جمعه هيكون معانا، قلت
له والله يا اخي كان نفسي يبقى موجود قاعد معانا، يعني لما نبقى احنا الثلاثه، ولو لقينا عماد نقدر نجيبه، عماد النحاس نقدر نجيبه، لو لقينا فلان نقدر نجيبه، لو لقينا، فكانت هتبقى يعني بتفكرني بايام جميله يا كابتن مصر. طيب موجودين كتير عندك يا عم، انت بس شاور لاي حد هيجي لك. حبيبي 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 يا اولى، متشكرين جدا يا عم مصر، ربنا يخليك، شرفت ونورت. مع واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين. شكرا، سعداء جدا بوجودك معانا يا نجم على الهواء مباشره. حبيبي شكرا جزيلا.